السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اضيف الترافيك، يعني كان في ناس ماشية او في عربيات ماشية، ممكن اقول له مسار للعربيات او مسار للطريق، مترو او بايسكل او حد بيمشي وهكذا. طيب باجي هنا واقول له كريدت نيو وابدأ اخد المسار بتاعي اهوت، تمام. ممكن بعد كده بدوس اسكيب، بيبدأ يجيب لك النقط. النقط دي من خلالها تقدر تعمل موف للحاجة، تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب وده المسار بتاعي، همشي الناحية دي، فتقدر تعدل الخصائص بتاعتها، هتحطها على الان لاير مثلا وهكذا. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز امشي العربيات، فبدوس على علامة ران، فبتلاقي العربيات هي تبدأ تمشي. طبعا دي هنعملها على طريق اسفلت زي ما نشوف في الفيديوهات بإذن الله. لو جينا هنا هتقدر تقول له انا عايز مثلا المسار العربيتين مثلا، وهنا ال ويتس بير لينث اهوت، ده الحكم فيه الترافيك فوليوم، السبيد ليميتد بتاعك وهكذا. فتقدر تعدل في انواع العربيات اللي موجودة واشكالها وكل المعلومات اللي انت عايز تعدل فيها زي ما انت عايز. ولما بتيجي على تشغيل هنا ممكن تخليهم تبطئ السرعة او تعلي السرعة لو انت حابب.